بسم الله الرحمن الرحيم. حابين يا دكتور نتعرف من حضرتك على أسباب الإصابة بجرثومة المعدة والمضاعفات مضاعفات الإصابة بالمرض وعلاقتها بمدى الإصابة بسرطان المعدة. احنا هنبدأ نتكلم على جرثومة المعدة. احنا هنقول الأول إن ربنا خلق الإنسان بياكل وبيشرب وبيعمل خروج. أي اضطراب في هذه الوظائف تقول ان في مشكله في الجهاز الهضمي. مشكله احدى المشاكل الشائعه في الجهاز الهضمي هي الاصابه بجرثومه المعده. جرثومه المعده دي بتيجي عاده عدوى اما من ماء ملوث او بالذات من دجاج مصاب. اذا الانسان كل او شرب من الدجاج ده او من الاكل ده ومن الميه الملوثه بيصاب بما يسمى جرثومة المعدة. جرثومة المعدة قد تكمن في معدة الإنسان أو في الجهاز الهضمي بشكل عام في الإنسان بلا أعراض لفترة طويلة. أول ما يبدأ الإنسان يحس بأي تغير في الطبيعة بتاعته اللي ربنا خلقها عليها، إن هو بياكل كويس وما يحصلوش مشاكل، بيشرب كويس وما بيرجعش، بيدخل الحمام كويس وما عندوش اضطرابات ولا في إمساك أو إسهال. إذا حصل تغير في ده فعليه أن يبدأ بالبحث عن جرثومة المعدة. بنعمل تحليل لها من إما عن يعني عن طريق الدم أو عن طريق النفس أو في الخروج يعني، وبنتتبع نتائج التحاليل بدم خفي في البراز عشان أو نعمل منظار للمعدة أو منظار للقولون، بس ده في المراحل المتقدمة. نبدأ نعالج الأول الجرثومة نفسها ثم نتتبع مضاعفاتها ونعالج مضاعفاتها حتى يعود إلى الطبيعة اللي خلقها ربنا عليه. ياكل كويس، يشرب كويس، يدخل الحمام بشكل طبيعي.